أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتعرف على مادة اكتساب اللغة، وسوف نتعرف على الدروس التي سيتم إعطائها في هذا الفصل، وأيضا سنتعرف على المعايير التي سنقوم بتطبيقها خلال هذه السنة. فأهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبائي طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو عزيزي الطالب سنقوم بالتعريف بسلسلة الكتاب والسياقات العالمية لكل وحدة وموضوع كل وحدة ومحتوى وحدات الكتاب بالتفصيل. أما بالنسبة إلى سلسلة كتاب من الألف إلى الياء، من الألف إلى الياء يحتوي على العديد من النصوص والوسائل والأنشطة وقواعد اللغة العربية وأيضا التعبير الشفهي والتعبير الكتابي، وفي نهاية كل وحدة نتطرق إلى عمل مشروع يهدف إلى نشر الوعي في مجتمعنا. فمثلا عزيزي الطالب، لو لاحظنا الوحدة الأولى والتي بعنوان نتحاور ونتشاور، سوف نتناول هنا العديد من النصوص كنص رحلة على ظهر سمكة، الفيل المغرور، الشكر للسماء، والعديد من الوسائل والأنشطة كنشاطات شفهية حول حوار مسموع وتمثيل أدوار وأعمال فريقية ونصوص مسجلة أيضا وقواعد اللغة التي تحتوي هذه الوحدة كأقسام الكلام، الجملة البسيطة، أسلوب الإثبات والنفي، وعلامات الوقف، وكتابة الأحرف المتقاربة والتمييز بينها وبين الأحرف المتشابهة وكتابة الأحرف المتشابهة. أيضا من القواعد التي سوف نتطرق إليها في كتاب من الألف إلى الياء المذكر والمؤنث، الجملة الإسمية، أسماء الإشارة، المفرد والمثنى، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير ودلالة الأفعال الزمنية والجملة المركبة والجملة الموصولية والفعل المضارع وأسلوب الطلب وغيرها من القواعد التي تخدم لغتنا الجميلة. التعبير الشفهي، الخطاب المباشر وأسلوب الحوار في تمثيل وأدوار ومشاهد، أنواع الجمل في الحوار. سنقوم أيضا ونعبر شفهيا حول قصيدة على مثال قصيدة يا بحرنا، ارتجال فقرة وصفية، قراءة صورة، قراءة إعلان، إجراء مقابلة، والعديد أيضا من التعبير الشفهي الذي يخدم أيضا لغتنا الجميلة ويقوي اللغة العربية الفصحى عند طلبتنا. التعبير الكتابي، ككتابة حوار في مواضيع مختلفة، توظيف علامات الوقف والضمائر الخاصة بالحوار، إنشاء فقرة في وصف الطبيعة، وكتابة إعلان وملء بطاقة تعريف، وكتابة إرشادات وتحذيرات. كتابة فقرة سردية، إكمال قصة، تحويل قصة من صيغة الغائب إلى صيغة المتكلم، وغيرها أيضا من التعبير الكتابي الذي سوف نتطرق إليه في كتاب من الألف إلى الياء. أما بالنسبة إلى المشروع في كل وحدة، سوف نتطرق كما قلنا سابقا إلى مشروع يخدم هذه الوحدة. من الأمثلة على ذلك إنتاج شريط مصور رسما وحوارا، إنتاج دليل سياحي، إنشاء جريدة صفية لكل مناسبة بطاقة، كتابة مجموعة قصصية ودليل إلى متحف المشاهير، وغيرها أيضا من المشاريع التي تهدف إلى نشر الوعي عند الفرد والمجتمع. السياقات العالمية، الوحدة الأولى تحت عنوان نتحاور ونتشاور. السياق العالمي لها الاتجاه من حيث الزمان والمكان. الوحدة الثانية الإعلام والأعلام في خدمة الإنسان. السياق العالمي هنا الإنصاف والتطوير، القدرة الإنسانية والتطوير. الوحدة الثالثة كان يا مكان
والسياق العالمي، التعبير الشخصي والثقافي، والوحدة الرابعة رحلات وألعاب. السياق العالمي هنا عزيز الطالب الهويات والعلاقات، التطوير البدني والنفسي والاجتماعي. وهنا عزيز الطالب سوف نتطرق إلى محتوى الوحدة الأولى، كتاب من الألف إلى الياء. الدرس الأول تحت عنوان في المصعد، الدرس الثاني رحلة على ظهر سمكة، الدرس الثالث الفيل المغرور، أما الدرس الرابع فهو الشكر للسماء، ويا بحرنا ومحمية وهذه بلادي الجميلة. أما بالنسبة للقواعد والإملاء، سنتطرق عزيزي الطالب إلى أقسام الكلام: الجملة البسيطة، أسلوب الإثبات والنفي، الأحرف المقاربة لفظاً، والمذكر والمؤنث، والجملة الإسمية وأسماء الإشارة، والمفرد والمثنى. التعبير الشفهي والكتابي، سوف نتعرف عزيزي الطالب على فن الحوار ونطبق الحوار من خلال نشاط معين سيقوم به الطلبة، وأيضا فن الوصف، وسوف نقوم بقراءة صورة وتحليلها. المحتوى للوحدة الثانية: الدرس الأول جبنة بوك، الدرس الثاني كيف يعمل التلفزيون، الدرس الثالث في خدمتك، ومقالات من الصحافة، مقالة مع جورج، ونص وجها لوجه. سوف نتطرق أيضا إلى العديد من القواعد والإملاء، كجمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، وجمع التكسير، وال الشمسية وال القمرية، والتنوين، والنكرة والمعرفة، الضمير، ضمائر المخاطب، ودخول آل التعريف على الأسماء التي تبدأ بهمزة. التعبير الكتابي، سوف نتطرق إلى كتابة إعلان، إرشادات، وأيضا المقال، ونتعرف على مفهوم فن المقال، ونطبق هذا المفهوم من خلال كتابة مقالة داخل الغرفة الصفية. المحتوى للوحدة الثالثة: حمار صغير لكنه ذكي، أفكار سلحفاة، حديقة نهر، الأطفال يعانقون الأشجار، نتائج الحقد، سر النجاح، بائعة الحلوى. القواعد والإملاء التي سوف نتطرق إليها في هذه الوحدة: دلالة الفعل الزمنية، الفعل الماضي، الجملة الموصولية، وكتابة التاء، وأسلوب الطلب والأمر والنهي. المحتوى للوحدة الرابعة: كتاب من الألف إلى الياء، الدرس الأول كرة القدم، الدرس الثاني بعنوان في المخيم، كرة الطائرة، الدرس الثالث ولاعب التنس، الدرس الرابع. سوف نتطرق إلى الفعل المضارع وأسلوب الطلب والفرق بين النسوة ونان متكلمين، وسوف نتطرق إلى الجملة الفعلية والفاعل والمفعول به، وألف التفريق والتمييز، تمييز متى تكتب ألف التفريق ومتى لا تكتب، والألف الممدودة والمقصورة. التعبير الكتابي، الوصف الداخلي والخارجي، وكتابة فقرة تفسيرية. وسوف نجيب عزيز الطالب على العديد من الأنشطة والعديد من الأوراق العمل التي سوف تجدها في كتاب التطبيقات، وهو كتاب كما قلنا في بداية الفيديو، هو كتاب يأتي مع كتاب من الألف إلى الياء، ويحتوي على العديد من الأنشطة والتمارين التي تعزز فهم الطالب للقواعد والإملاء الذي يتطرق إليه الطالب في كل وحدة. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من وصف الفيديو التعريفي لمادة اكتساب اللغة، والتي كما قلنا سابقا تتضمن منهاج من الألف إلى الياء، ومنهاج وأيضا ومرفق مع هذا المنهاج
دفتر تطبيقات أول ودفتر تطبيقات الثاني الذي سوف يستلمه الطالب ويعزز ما تم إعطاؤه في كل وحدة من قواعد وإملاء وأنشطة التعبير أيضا والتطبيق على هذه الأنشطة من خلال كتابة العديد من الفنون الأدبية التي سوف نتطرق إليها بإذن الله والتي تناقشنا حولها أثناء التعريف بمحتوى كل وحدة. شكرا لكم أعزائي وأحبائي الطلبة.